بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس هاكاندي إتشيليما رئيس جمهورية زامبيا، أصحاب الفخامة رؤساء دول وحكومات السوق، للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا، السيدة تشيلسي كاب ودو أمين عام تجمع الكوميسا، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم في العاصمة الزامبية لوساكا للمشاركة في أعمال القمة 22 لتجمع الكوميسا تحت شعار تكامل الكوميسا الاقتصادي يرتكز على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة. واسمحوا لي في مستهل حديثي أن أتوجه بخالص التقدير إلى أخي فخامة الرئيس جمهورية زامبيا على ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وهو أمر ليس بالمستغرب على شعب زامبيا المضياف. كما أتوجه بالشكر إلى فريق عمل الأمانة العامة للكوميسا على حسن الإعداد والترتيب لفعاليات اجتماعنا اليوم. لقد كان شرفاً كبيراً أن تتولى مصر قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين.